ذلك كان الواجب علينا وعلى المسلمين عامة في هذا البلد الأمين، خاصة في البلاد الأخرى عامة، التناصر في الدين وإظهار الدعوة إلى الله وإعلانها. وإني في موقفي هذا في بلاد الله الحرام أدعو المسلمين عامة للتفهم حقيقة الدعوة المحمدية وتمسك بها. أسأل الله التوفيق لي ولكم، وأدعوه أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والفلاح لبلادنا وشعبنا وسائر العرب والمسلمين. إخواني وأبناء وطني، إنني حينما أتكلم فلست أتكلم كفيصل، ولكني أتكلم كفرد منكم. بلادكم اليوم مهمة مثل بلاد العالم، بلد من الناحية الإسلامية المسلمين كلها يطلعون إليها، ومن ناحية المالية في العالم كله يطلع إليها. يمكن الكبار منكم حكولهم أبائهم وحكولهم وش هالبلد كانت عليه، لا شيء، بلد صحراوي قاحلة إن أنعم الله عليها بنعمة وهي الأمطار، ونعم الله اللي لا تعد ولا تحصى قامت. سمعتكم ولله الحمد في العالم كله لها قيمتها، السعودي له قيمته ولله الحمد. إخلاصنا لبلدنا وشعبنا هذا هو الشيء تربينا عليه.